السلام عليكم، مساكم الله بالخير. تطبيقنا اليوم فقرة تطبيقات يحتاجها كل شخص ينسخ، سواء من بيبي، من الملاحظات، من تويتر، من أي مكان، يعني واتساب. فكرة تطبيق جدا بسيطة، وحجم التطبيق أصلا 400 كيلو بايت، لكن إن وظيفته يعني جدا ممتازة. أي شيء تنسخه من جهازك في أي مكان في أي موقع تحصله داخل التطبيق، تحصل داخل التطبيق بشكل مباشر وبدون تدخل منك. اي شيء انت الحين تنسخه من جهازك، مثلا زي الحين بننسخ شيء من الملاحظات، مثلا ننسخ هذه ارقام التواصل حق الدعم الفني لابل، نسوي نسخ. والحين بعد ما نسخنا النص نقدر نروح للتطبيق نحصل النص اللي نسخناه موجود في التطبيق بدون اي تدخل منه، نقدر ندخل عليه ونعدل عليه او نعيد نسخه. نفس الكلام مع أي تطبيق ثاني. الحين نطلع من التطبيق ونروح مثلا على تويتر وننسخ مثلا هذه التغريدة، نرجع على التطبيق نحصلها موجودة. هذه الطريقة تفيدك إنه ما يتكرر عليك النصوص هنا، يعني مثلا لو أنت نسيت ونسخت نص مرتين ما ينتقل هنا مرتين. التطبيق جميل جدا، وفي ميزة تقدر تتصفح اللي نسخته عن طريق الويب، لكن أنا والله ما جربتها. تفضلوا نشوف ايقونة الاعدادات هنا في الاعلى. اول خيار هو النوتيفيكيشن، اشارات يعطيك اشارات جديدة اذا نسخ او لصق نص جديد، وهنا عندنا يعطينا كود نقدر نتصفح اللي نسخناه عن طريق الويب، اجهزة ثانية يعني. ممتاز جدا التطبيق، وضروري يكون في جهازك. اي شيء تنسخه من اليوم ورايح ان شاء الله من اي موقع تواصل او من اي برنامج راح تحصله في التطبيق موجود بدون اي تدخل منك، تقدر توصل له في اي وقت. اليوم